60 دقيقة مع ناصر قنديل. برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. 60 دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. تحياتي أحبائي وأعزائي متابعو برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة الثامنة من العام 2017. نحن نلتقي في هذه الحلقة وقد انتهى اجتماع ستانا وبعده الأحاديث السياسية التقييمية من الأطراف المشاركة، سواء من رعاة المؤتمر الروسي والتركي والإيراني أو من الأطراف السورية، وبات بالإمكان الآن الحديث عن تقييم إجمالي للذي جرى في أستانا وللآفاق التي يمكن أن نتوقعها لمستقبل الوضع في سوريا، واستطرادا للتوازنات المحيطة بمعادلات المنطقة، وفي قلب هذا التوقف أمام ماذا ستكون عليه مواقف الإدارة الأمريكية، خصوصا في ضوء الكلام الذي صدر عن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب عن إعطاء التعليمات لإقامة منطقة آمنة داخل الأراضي السورية، وعودة للبحث في حديث سابق وقديم كان الأتراك هم رعاته السابقون، طبعا مع ترحيب تركي وتساؤل روسي من أن الأمر لم يطرح عليهم أصلا كي يبدو رأيهم فيه، وتخوف من أن يكون في هذا عودة لأفكار قديمة ستؤدي إلى يعني تعقيد المسألة أكثر فأكثر. كل هذا سوف نتوقف أمامه في هذه الحلقة، لأننا لا نزال على قاعدة معادلة أن الذي يجري في سوريا لا زال هو الذي يرسم مستقبل المنطقة وتوازناتها. نقطة البداية، طبعا أنا سأعود إلى ما سبق وقلته في حلقة يوم الاثنين لتأكيده أو نفيه. نحن قلنا في حلقتنا السابقة أن أستانا لن ينتج حلا سياسيا ولن يتمكن من الوصول إلى نهايات ثابتة من أجل وقف إطلاق نار، لأن السقف السياسي الذي يرسخ وقف إطلاق النار يجب أن يكون مبنيا على إحدى فرضيتين: إما وقف إطلاق النار على قاعدة تقاسم المناطق وهذا غير وارد بالنسبة للدولة السورية، وإما وقف إطلاق نار على قاعدة التمهيد للدخول في تفاهم ينتج حكومة جديدة، وهذه الحكومة تكون مشاركة المعارضة أو الفصائل المسلحة التي قررت أن يكون خيارها محاربة الإرهاب أولوية، وعلى هذا الأساس البحث عن صيغة المصالحة مع الحكومة السورية لتشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة الحرب على الإرهاب وتسخر موارد الدولة وموارد الفصائل المسلحة من أجل خوض هذه الحرب جنبا إلى جنب في مواجهة النصرة ومواجهة داعش، ووصولا إلى دستور جديد فانتخابات رئاسية وبرلمانية. ولأننا قلنا ما نعتقده وما ثبتت صحته من أن الظروف لن تنضج بعد أصلا للحديث عن التسوية التاريخية في سوريا، الحديث يقتصر الآن على حلقة، على محطة، وهذه المحطة بما أنه ليس من الناضج أن تكون مدخلا للحل، وبما أنه من غير المقبول أن تكون تثبيتا لهدنة طويلة تتمكن فيها القوى المسلحة الواقفة تحت العباءة التركية ومعها تركيا من الاستعداد التسليحي والعسكري والتنظيمي بانتظار ما ستكون عليه مواقف الإدارة الأمريكية الجديدة، لأن هذا غير مقبول، فإذا سيكون أستانا كما قلنا محطة من أجل تثبيت مجموعة حقائق: الأولى تكريس معادلة نصر حلب بصيغة سياسية، هذه الصيغة السياسية هي انتقال الرعاية الدولية من طابع ثنائي أمريكي روسي تلعب فيه أمريكا الدور الأول وروسيا دور المشارك، إلى صيغة جديدة تكون فيها روسيا هي الراعي الأول وتكون أمريكا فيها في دور المشارك، سواء بصيغة مراقب الآن أو بصيغة شريك لاحقا. لكن هذا التبادل في المواقع بين روسيا وأمريكا هو من ثمار النصر الذي تحقق في حلب، وقلنا إن هذا بحد ذاته رغم كل الذي يقال الآن عن أن روسيا لها حساباتها ومصالحها، وأنا أعود للتذكير في كل مرة ندخل في العمل السياسي، كل مرة يتحقق نصر عسكري بشراكة روسية وبدعم روسي
وننتقل إلى العمل السياسي، وتبدأ روسيا بالتصرف بصفتها دولة عظمى تستعمل خطابا لا يتقاطع في كل نقاطه مع الخطاب الذي نريده نحن في محور المقاومة، يبدأ البعض بالتساؤل عن صفقة روسية مع الآخرين، باعتنا روسيا، تخلت روسيا، روسيا تناور، روسيا تقيم حسابات أخرى. وأنا أؤكد كما في كل مرة، روسيا لا زالت على الخيارات الثابتة التي أخذتها منذ اليوم الأول مع الدولة السورية ومشروعها، حتى تقوم الدولة السورية بسلطتها الكاملة وبجيشها وبرئيسها فوق كامل الأراضي السورية. ولكن لروسيا أسلوبها وطريقتها تعبيرا عن مكانتها المختلفة كدولة عظمى، هذا نحن معه. كلما تعاظم الدور الروسي، كلما استفاد محور المقاومة واستفادت القوى الحية المعبرة عن إرادة الشعوب التي تلتقي على مواجهة مشروع الهيمنة الأمريكية الأحادية، وبالتالي مصلحة هذه القوى أن يقف في وجه أمريكا الأكثر جاهزية ليكون ندا وشريكا. وبهذا المعنى كل استثمار تضعه أي حركة مقاومة في العالم في مواجهة الهيمنة الأمريكية لها مصلحة بأن تصرفه في السياسة في مكان ما. ماذا عساه يكون هذا المكان غير تعظيم الدور الروسي لإقامة هذا التوازن الذي تشكل فيه قوة روسيا ضمانة لعدم الاستفراد الأمريكي، وبالتالي تشكل فيه قوة روسيا فرصة لتنفس القوى المتحررة والحية والمناضلة من أجل قضايا الشعوب والمقاومة لمشروع الهيمنة والاحتلال. كما في الإقليم، كلما تعظمت مكانة إيران، يعني من مصلحة القوى المقاومة، من مصلحة سوريا، من مصلحة كل حركة تحرر في المنطقة، عندما تقاتل مشروع الهيمنة الأمريكية ومشروع الاحتلال الإسرائيلي، أن ترى أن مكانة إيران قابلة وقادرة على استيعاب هذه الانتصارات من أجل صرفها لحساب تعاظم موقع إيران، وتعاظم موقع إيران يوفر مظلة أقوى وأوفر لحساب قوى المقاومة. وهذا مر باختبارات وامتحانات. في اختبار العلاقة مع روسيا عندما تمت الهدنة قبل سنة تقريبا من الآن، يعني في نهاية شباط 2016، يعني بعد شهر بصير لسنة، قامت الدنيا وما عادت، والكل يقول أن الروس باعوا والروس تخلوا والروس هلأ بدهم يقطفوا الثمار ذاتيا، وصفقة بينهم وبين الأتراك وعلى حساب الدولة السورية، وما بدهم حسم يصير بحلب. رجعوا تذكروا وأنه كنا ماخدين بعض الأحياء في جنوب حلب وفي شمال حلب، وكان وضعنا منيح والأمور عم تتحسن بريف اللاذقية. وطبعا هذا حدث بشراكة مع الروس، لنكون صريحين، حدث بقوة ما أحدثه التموضع الروسي مع عاصفة السخوي، وهو استثمار مشترك بهذا المعنى، يعني عائداته ليست لنا وحدنا، الروس شركاء في صناعته. ولما عملوا الهدنة الروس والتزمت سوريا وقوى المقاومة بها، خرجت أصوات من بين صفوفنا تشكك بصدقية الموقف الروسي وتتساءل عن مآله، عن نهاياته، عن مستقبله. طيب نحن الآن نتحدث بعد مرور قرابة السنة، هل حدث أن جاء الروس بثقلهم وبقدراتهم لإنجاح الحسم في حلب، أم انكفأوا واستنكفوا وتحولوا إلى قيد انطلاقا من أوهام ومصالح سياسية ضيقة؟ الوقائع تقول إن الروس خاضوا اللعبة السياسية، ثمروا في صيغة الهدنة معادلة تقول إن الحرب على الإرهاب تستدعي فصل المعارضة عن النصرة، وكرسوا هذه الحقيقة، ضغطوا فيها، وصلوا إلى التفاهم الروسي الأمريكي الذي بقي حتى تاريخه وثيقة سوف يأتي وقت العودة إليها، واستخرجوا من الأتراك موقفا مشابها، ومن ثم بعدما عاد الأتراك وتاب الأتراك واعتذر الأتراك وتموضع الأتراك، ولكن روسيا لم تتخلى يوم دقت ساعة الصفر لحسم حلب، وضعت كل ثقلها من أجل أن يحدث هذا الحسم. وبعد الحسم نفس المسألة، كلما حدثت عملية تقدم في الميدان العسكري، وطبعا الهدنة ما ضوعها الروس، شاركنا نحن والروس، يعني قوى المقاومة وروسيا، سوريا وحزب الله والإيرانيين والروس في تحرير تدمر في مرحلة الهدنة، يعني ما ضاع الوقت حتى في الميدان. وبالتالي الآن بعد حلب أن تتمكن روسيا من انتزاع اعتراف أمريكي أوروبي أطلسي تركي بأنها هي الراعي الذي يتسلم ملف إدارة الحل والتسوية ووقف النار في سوريا، هذا إنجاز ليس لروسيا وحدها، هذا إنجاز لكل محور المقاومة، لكل القوى التي تقاتل الهيمنة الأمريكية. وبكرة بمعركة بتصير ببحر الصين، بتصير الصين مقابل روسيا، هذا مكسب لقوى المقاومة. يعني عندما تصعد القوى الدولية الجاهزة
لتبوء مكانة متقدمة في ندية بالعلاقة مع الأمريكي، هذا انتصار لا يجب أن نخشاه. صرف انتصاراتنا لتحقيق هذا الهدف هو عين العقل والصواب، هو العمل السياسي بعينه. وفي اللعبة الإقليمية، طيب، تكرست روسيا في الأستانة بصفتها الراعي الدولي، حدها كانت تركيا كل قضيتها هي والجماعات المسلحة، وظلوا جمعة يشتغلوا من تاريخ وقف النار وأكثر، جمعتين قبل أستانة تحت عنوان أنه روسي تركي، روسي تركي، الرعاية روسية تركية، ما في إيران، إيران هي اللي عم تخربط، ومحاولة الضغط المعنوي والإعلامي والسياسي لإخراج إيران من صيغة الرعاية. طيب إجا أستانة شو عمل؟ كرس ثلاثي، أنه في شريكين إقليميين، في روسيا دولي، البعد الدولي تمثله روسيا وهي تنسق مع الآخرين، والبعد الإقليمي تمثله تركيا وإيران على قدم المساواة في آلية وقف النار وفي الرعاية السياسية. وهذا إنجاز، تكريس إيران التي كانت في جنيف الذي سبق، يعني مش ثلاثة اللي كانت إيران شريك فيه بين كل الدول التي شاركت في مسار فيينا بمطلع 2016 بعد قرور، بعد صدور القرار 22-54، لا، جنيف اللي قبله، يعني جنيف اللي قبله اللي بال 2014 اللي خيضت معركة لإخراج إيران وعدم مشاركتها بفيتو سعودي فرنسي، دفع الأمريكيين للتراجع عما تعهدوا به للروس من دعوة إيران للمشاركة، وصلت الأمور إلى حد أن بانكيمون الذي قدم الدعوة لإيران استرجعها واستردها، يعني وقاحة أكثر من هيك ما في. هاي إيران التي كان يقرر الآخرون مشاركتها وعلى رأسهم السعودية أصبحت هي التي تقرر من يشارك ومن لا يشارك، والفيتو الذي وضعته على المشاركة الأمريكية حول هذه المشاركة إلى صفة مراقب، والفيتو الذي وضعته على المشاركة السعودية أدى إلى ثماره بمنع السعودية من أن تكون شريكا في الرعاية. وبالتالي هذا في الدولي والإقليمي، وقلنا أنه هذا سيتكرس في الأستانة بصيغة الثلاثية وبيبقى في الإجرائي، في السياسي، في البعد السوري. قلنا وقف النار سيبقى مشروطا بفصل المعارضة عن النصرة، لن يكون ممكنا الحديث عن ما يحلم به هؤلاء المسلحون من أن تكون المناطق التي يمسكون بها تعرف الأمان، وفي المناطق التي يتشاركون فيها مع النصرة يقيمون ما يريدون من علاقات وتشابكات، وكأن المطلوب تقاسم الجغرافيا السورية، هذا غير وارد. بدون الحسم مع النصرة والانضمام إلى فريق المواجهة للحرب على النصرة لا مكان لوقف نار. وشفتوا وادي بردة بإخاضع معادلته لحسابات الدولة السورية في كيفية إدارة الحرب، وليس في تلبية ما ظنها هؤلاء المسلحون من أنه الإنجاز الذي يستطيعون التباهي به حول وقف النار. أكثر من هيك، يغدقون المديع على روسيا الآن ويتحدثون عن روسيا التي تريد أن تثبت أنها جهة صالحة للوساطة، وروسيا تبتعد عن النظام والنظام قلق، والإيرانيين قلقين لأن الروس عم يفتحوا على الأتراك من آخر الطريق. الروس ما بيعرفوا من إن الأتراك؟ الروس ما بيعرفوا أن الأتراك بعد الناطرين لهلأ اللحظة التي يتبلور فيها الموقف الأمريكي، لأن مشاكلهم حلها مع الأمريكان مرتبط بمقايضات يريدون إجراءها من خلال دورهم في سوريا. ما بيعرفوا الروس أن الأتراك هن اللي اشتبكوا معهم وهن اللي تصدوا للطيران الروسي مع دخول عاصفة السوخوي. ما بيعرفوا الروس أن الأتراك لأن الأبواب أقفلت أمامهم على الضفة الأخرى، وما حدا عوض لهم زراعة ولا عوض لهم سياحة ولا حدا التكش فيهم، وظلوا يصرخوا سنتين ثلاثة في الحديث عن المنطقة الآمنة وما حدا يرد عليهم. اتوسلوا ليبقى الباتريوت الذي كان لدول حلف الأطلسي ليستعملوه في منع الطيران السوري من التقدم في مناطق لعمق 10-20 كيلومتر من الحدود مع تركيا، وما حدا رد عليهم لحتى اجوا يعتذروا من الروس. والروس يعلمون، اعطوهم اقتصاد، لكن بالسياسي بيعرفوا الروس انه هلا قضية فتح الله جولان مش عند روسية، عند الامريكان، وقضية الأكراد ورعايتهم لبناء كيان مستقل على الحدود السورية التركية مش عند الروس، عند الأمريكان. وبالتالي الأتراك لن يذهبوا لتفاهم اسمه الانخراط العملاني في حرب على جبهة النصرة وجر الجماعات التابعة لهم للمشاركة في هذه الحرب إلا عندما يتبلور تفاهم روسي أمريكي يكون الأتراك ثالثا فيه، وهذا رهانهم. ومن هون لوقتها، يعني لأيار، مثل ما قلنا في الحلقة الماضية، لن يقدم الأتراك شيئا جديا. طيب بيعرفوا هذا الروس، لذلك هم يسعون إلى
توريط التركي، مش هني رايحين يبيعوا ويشتروا مع التركي على حساب سوريا وإيران، يتوزعون المهام والأدوار مع سوريا وإيران، بتتصلب إيران. هيك صار بالاتفاق النار تبع وقف تبع الانسحاب من حلب، تأمين انسحاب المسلحين من حلب، عملوا اتفاق عليه الروس مع الأتراك. اجت سوريا دقت بإيدها على الطاولة، وقفت مع إيران، وقف حزب الله، بدنا ندخل الفوعة وكفرية ولو نسبيا في عملية سحب المسلحين من حلب، فتفركش كل شيء. ووقف الروس وشاركوا بالضغط حتى حصلوا للسوري والإيراني ولحزب الله على ما طرحوه من مطلب حول الفوعة وكفرية. وهذا هلأ وضع مشابه، أنه التركي يضغط باتجاه يثبت وقف نار بدون أثمان سياسية لها علاقة بالنصرة. شو الحساب الروسي؟ هو اللي عم بصير هلأ، أنه خلي التركي يلتزم بأنه شريك في الحرب على النصرة وما يبدأ إجرائيا، وخلي المسار تاع أستانا يبين أنه مسار فصل المعارضة عن النصرة، والنصرة ستتكفل، هي ستبدأ الحرب عليهم، مش راح تنطرهم النصرة. وعلى كل حال هذا الحساب ما عاد حساب، هو الآن وقائع. يعني حدا يجي يقلي أنه اللي عم بصير اليوم بشمال سوريا هو مش من ثمار الأستانة؟ لو لم تذهب سوريا وتكون بهذه المرونة وبهذا الذكاء السياسي والدبلوماسي وبهذه الطريقة في إدارة الصراع، ويقف بشار الجعفري ويقول الأفق المستقبلي هو أن نكون معا نحن والجماعات المعارضة في الحرب ضد النصرة، وأن تقف مع الجيش السوري ونبحث في صيغة التوحيد والجمع، ولذا لو لم تدر سوريا معركتها السياسية بهذا الذكاء، لو لم تقف روسيا وإيران مع التركي وتقول نعم تعالوا لموقف معلن سياسي يقول إن المعركة مع النصرة هي المعركة القادمة ولو تأجلت رزنامتها، لما استشعرت النصرة بأن السكين آت على رقبتها وأن عليها وقائيا واستباقيا أن تحسم مع الفصائل التي شاركت في الأستانة قبل أن تتحول هذه الفصائل إلى خنجر في خاصرتها. المهم هي النتيجة، النتيجة الحرب بتفتحها الفصائل ولا بتفتحها النصرة، مش هذا المهم، المهم أن تقع هذه الحرب، المهم أنه بوقوع هذه الحرب يتحقق الهدف، والهدف هو فصل النصرة عن المعارضة. الفصائل بتلتحق بالنصرة التحقت وخلصت، بس النصرة هددت وأنذرت في مجموعات مسلحة التحقت فيها، والآن في قلب الحرب شو عم بصير بالفصائل اللي عم تشتبك معها النصرة وتحاول اجتياح مواقعها؟ يا بتلتحق بالنصرة يا عم تروح تستنجد بالجيش السوري وبالأكراد، والآن شيئا فشيئا هذا الشق والشرخ يتسع، والتركي دخل عملانيا بالإعلان عن النصرة إرهاب بسبب هذا الضغط، ووضع الفصائل المسلحة التي تعمل تحت لوائه أمام الاختيار بين أن تكون مع النصرة أو أن تكون معه، وأن تكون مع النصرة يعني أن تغلق عليها الحدود وأن يقف عنها الإمداد وأن تفقد مستودعاتها داخل الأراضي التركية. وصار التركي اليوم بوضع هو التالي، انه هو عنده تورط جغرافي بقلب سوريا، مزبوط، للي معتبرين انه الروس تاركين الاتراك، مدندلين الاتراك، شو الاتراك يعني انه ماخدين هلا رايحين عن وزهل بالمناطق اللي هن فيها، هم في حالة حرب مع داعش 3 أشهر و4 أشهر صار لهم بمدينة الباب وما قدروا يحسموا المعركة، هذا وضع مريح للاتراك؟ ومعه مع النصرة الآن دخلوا الحرب على الأقل من خلال الجماعات المسلحة التابعة لهم التي كانوا يرغبون بنقلها إلى درع الفرات لتعزيز معركتهم ضد داعش، وإذ ابتلت بمعركة مع النصرة مش عارفة تطلع منها، والطرف الوحيد اللي بقي أحرار الشام اللي رفضوا أستانا، لكن اللي عارفين أنه إذا النصرة تمكنت من الحسم مع الفصائل الأخرى فإن السكين سيكون على رقبة أحرار الشام، لذلك سارعت هذه الفصائل هي وأحرار الشام لإيجاد صيغة توحدت لتواجه النصرة. النتيجة ستكون فناء أحد الفريقين، انفنت أحرار الشام لصالح النصرة، شو بصير المشهد بسوريا؟ بصير المشهد بسوريا في نصرة وفي داعش وفي جيش سوري وفي مناطق فيها الأتراك ومناطق فيها الأمريكان ومعهم الأكراد، والأتراك المناطق اللي فيها معهم جماعة سورية باسم الجيش الحر، لكن هاي مناطق تركية يعني سيطرة تركية، وهي مناطق سيطرة أمريكية، وما عداها في داعش ونصرة وجيش سوري، المناطق اللي ما فيها قوى خارجية. بيبقى هذا احتمال، وهذا الاحتمال يضع الأمريكي والتركي مع الروسي والإيراني أمام معادلة اسمها التعاون مع الجيش السوري للحرب على النصرة وداعش، هذه ببساطة شديدة. وفي احتمال تاني انه تنتهي النصرة، وهذا صعب طبعا يعني هذا مش وارد، انه النصرة تسقط امام احرار الشام بدعم تركي. خلينا نحط الفرضية انه هلأ الامريكان نازلين غارات على جبهة النصرة
عم يقتلوا منهم، عم يستهدفوا مواقعهم، وبذات الوقت هني وعم بيهاجموا النصرة، الأحرار الشام عم بيقوموا بأعمالهم، عم بيقاتلوا. طيب النتيجة ستكون إما أن أحرار الشام يستطيعون الانتصار على النصرة، أو النصرة تنتصر على أحرار الشام. طيب إذا أحرار الشام انتصروا على النصرة، شو النتيجة رح تكون؟ رح يصير عندنا فصيل مسلح اسمه معارضة تابع للأتراك مثل درع الفرات، فإذا رح تكبر الجغرافيا التي والعدد البشري اللي مع الأتراك تحت عنوان معارضة مسلحة ملتزمة بقتال النصرة وداعش. هذا ممتاز، هذا احتمال بعيد طبعا، لكن الاحتمال الأرجح هو أن تبطش بهم النصرة وأن تفتك بهم وأن تتمكن من أخذ مناطق أساسية من الجغرافيا، وهن ما يبقوا إلا بالمناطق المتاخمة للمناطق الخاضعة للسيطرة التركية واللي بتقدر تركيا فيها تأمن لهم فيها الحضانة والحماية والتغطية النارية. هذا مش إنجاز؟ هذا من أهم الإنجازات، أنه هلأ التركي مضطر يقصف النصرة والأمريكاني مضطر يقصف النصرة، مثل ما كانوا يضربوا داعش وما يضربوا النصرة. هلأ أنا بتلاقي هلأ صار الجيش السوري بدير الزور معارك يومية مع داعش، والطيران الروسي في تغطية يومية في المواجهة مع داعش، والأمريكان والأتراك ما معهم خبر بداعش، وينهم؟ هياهم عن النصرة اللي كنا نتمنى نشوفهم نهار عم يضربوا موقع للنصرة. حتى بالباب المعارك واقفة بالميل اللي فيها الأتراك وفيها جماعة درع الفرات، المعارك مشتعلة في الجبهة الجنوبية للباب، حيث الجنوبية الغربية حيث الجيش السوري يتقدم، واللي صار ماخذ 30 قرية وبلدة من الطريق يعني من المناطق الفاصلة بين حلب والباب في الجهة الغربية ويتقدم فيها، وبلش يعني صار واصل إلى خطوط تماس مشتركة مع الجماعات التي يعني تعمل تحت اللواء التركي، وبالتالي المعارك مع داعش مبين الجيش السوري هو المتولي الأساسي لها مع حلفائه، وبالمقابل الخطر على الفصائل المسلحة التي أحرار الشام. شو هي أحرار الشام؟ هي استثمار أمريكي تركي مشترك، سلاحها ورعايتها ومالها، كل جيش المجاهدين كله تمويل أمريكي كان. على أول النصرة بنص ساعة ما بيه منه شيء، وقائد الجيش المجاهدين أبو بكر مدري شو صار موجود داخل الأراضي التركية، وانتهى موضوعه بلا يعني ما عاد في ما باقي منه شيء. بعض جماعاتهم التحقت بالمناطق الكردية، راحوا على عفرين وراحوا على الشيخ مقصود، بعض جماعاتهم الأخرى بدأوا يتوسلون للجيش السوري ليفتح لهم باب الاستسلام. وبالتالي هذا الفرز للأوراق المختلطة اللي كنا نقول دائما اللعبة الخطرة شو هي؟ انه في النصرة اللي عندها كتلة من 30 ل 50 ألف مقاتل، وفي 10-15 ألف من الجماعات المسلحة اللي حامل العالم كله يفططهم، هو المعارضة. بس هاي المعارضة خير منين جيتها القوة؟ جيتها من النصرة. طيب نصرة إرهاب، ايه النصرة إرهاب، بس هو معارضة مسلحة، انت عم تضرب على بحلب عم تضرب المعارضة. يا عم المعارضة ما بتشكل 20% والباقي كله نصرة، والمعارضة اللي راضية تكون هي والنصرة بموقع واحد لا تختلف عن النصرة، لا هي معارضة. اليوم هذه الكذبة، نحن قلنا إذا بتتذكروا من أهم إنتاجات معركة حلب شو هو؟ إنه قالت للي مراهنين على جمع النصرة مع الفصائل إنه أفضل ظروف الجمع ليربحوا حربا هي التي جرت في حلب، فإذا كان رغم هذا الجمع ورغم ما توفر لهم في معركة حلب من تغطية إعلامية وتغطية دبلوماسية وإعداد عسكري وكمية آليات وكمية سلاح وكمية رجال وهزموا، معناتها ما حد حيربحوا بمحل تاني. الذي هزم في حلب سيهزم بخارجها، والذي انتصر في حلب رغم كل هذه التحديات سهل عليه أن يكون منتصرا في خارجها. لذلك المترتب الأول كان لمعركة حلب هو سقوط كذبة الرهان على جمع هذه الفصائل مع النصرة، وهذا اللي خلى التركي يغير، والتغيير اللي عمله التركي رح يسرع بنهاية هذه الفصائل، رح يقرب يعني آخر عمرها، وبالتالي رح يزيد الفرز، لأنه بعض هذه الفصائل سيلتحق مش ضروري كفصيل كمسلحين، ستفرز الجماعات المسلحة حتى على مستوى أفراد بين من يري من يرى أولويته هي القتال ضد الدولة السورية، فسيجد نفسه بين خيار الذهاب إلى النصرة أو الذهاب إلى داعش، هو اثنين اللي بدي أقتله للآخر. وإذا كان خياره كفرد أو كجماعة أن الأولوية هي قتال النصرة وداعش، رح يلاقي حاله حكما حليف للجيش السوري. ما عاد في خيار ثالث اليوم أمام المسلحين، ما عاد في خيار ثالث أمام الدول.
الدول اللي بتشوف أولويتها إسقاط النظام في سوريا كانت ما عندها مشكلة تقاتل مع النصرة وداعش. ما هي حال السعودية وحال إسرائيل وحال تركيا لما وصلت لمحل أنه هذا ما عاد ممكن وأنها مجبرة أن تذهب للقتال ضد النصرة وداعش أوتوماتيكيا وين لقيت حالها؟ بارح جونسون وزير الخارجية البريطاني شو عم بيقول؟ عم بيقول أن أشياء كثيرة قد تغيرت ولم يعد بالإمكان التفكير بالطريقة القديمة وإنه علينا أن نفكر جديا بإمكانية أن يكون الحل السياسي في سوريا قائما على شراكة الرئيس الأسد في انتخابات وأن نرتضي نتائج الانتخابات. هذا اللي كان قبل شهرين عم بيقول أنه ما في إمكانية لسوريا أن ترتاح إلا إذا اتحد العالم من أجل إسقاط الرئيس السوري. وينه؟ ليش هذا الانقلاب؟ بسبب هذه الحقائق والوقائع. مثله فرانسوا فيون اللي عم يحكي اليوم كمرشح رئاسي أوفر حظا من كل منافسيه للوصول إلى الرئاسة الفرنسية. شو اللي عملوا بشرحه أصلا لتقديم أطروحته حول الوضع في سوريا؟ ما هو قدم وقائع في الرد على فريق هولندا بأنه نحن شو اللي عم نعمله بسوريا؟ سياسة فرنسا من خلال هولندا في سوريا لا ينتج عنها إلا تغذية النصرة وداعش، لأن المعارضة المسلحة انتهت. وتجربة حلب تقول أن لا إمكانية للقتال بوجه الدولة السورية إلا من خلال الرهان على النصرة وداعش كقدرة حقيقية، وبالمقابل لا إمكانية للقضاء على النصرة وداعش إذا كانت هي عدونا الأول إلا من خلال التعاون مع الدولة السورية وجيشها ورئيسها. وبالتالي ما مهم شو رأينا أنه الدولة السورية مرتكبة والدولة السورية عاملة جرائم، وهذا ما عاد مهم، والمعارضة عاملة والنصرة وداعش عاملة. طيب متساوين يا سيدي بيقول سلمنا، ما بدنا نجادل، متساويين في الارتكابات. بالسياسي مين الأقرب؟ أنت حليف النصرة وداعش أم أنت حليف الدولة السورية؟ مين عدوك الأول؟ بدك تحالف مع خصمه الذي يقاتله، لأنه في عضل بده يكون على الأرض. أنت قادر تبعت جيوش؟ طالما مش قادر تبعت جيوش، هون بنفوت على يعني نظرية ترامب عن المنطقة الآمنة. أي منطقة آمنة بده يعمل ترامب؟ منطقة الآمنة التي طرحها الأتراك والتي قال أوباما سنة 2013 أنه سندرسها وأحال للدراسة، وإجا الجنرال ديمبسي رئيس أركان الجيوش الأمريكية عمل دراسة وقال هذا يستدعي لنعمل منطقة آمنة يعني حظر طيران، ولنعمل حظر طيران يعني بدنا نحط على القليل 20-25 ألف جندي لنقدر نحمي منطقة معينة بريا ونأمن لها حماية جوية بسلاح الجو ومعه بصواريخ مضادة للطائرات، وهذا يعني أننا سنشتبك مع الدولة السورية شئنا ما بينا، وهذا الاشتباك مع الدولة السورية سيورطنا في حرب طيارة وحدة تسقط بدنا نعلق نحن والدولة السورية، وهذه الحرب لن تبقى مع الدولة السورية، ستصبح حربا مع إيران ومع روسيا، وسنجد أنفسنا متورطين بنص مليون جندي في سوريا، نحن بالعراق وما قدرنا، وعلينا أن نتخذ قرارا بهذا الحجم. اللي بده يقول منطقة آمنة بده يعرف عن شو عم يحكي، بده يعرف عم يحكي عن حرب أمريكية في سوريا أكبر 10 مرات من الحرب التي خيضت في العراق وأفغانستان. وبالتالي طالما أن قرار أوباما كيف وما بالك قرار ترامب أنه ما بدنا حروب، ما بده حروب ما في يعمل منطقة آمنة بالمفهوم القديم. إيه بس نقله لترامب هذا الكلام أنه أي منطقة آمنة بدك تعمل، طلع التوضيح أنه المقصود تكلفوا الوزارتين يعملوا دراسة، نحن ما أعطينا قرار بإنشاء المنطقة الآمنة، نحن أعطينا قرار بتكليف وزارتي الخارجية والدفاع لدراسة صيغة المنطقة الآمنة. طيب شو رح تجي الدراسة؟ رح تجي هذا الكلام أنه منطقة آمنة بهذا المفهوم يعني فيها حماية للمعارضة المسلحة التابعة لأمريكا أو لتركيا أو لاثنين، وفيها فرصة لفتحها أمام اللاجئين والنازحين لحتى ما يروحوا على تركيا ومن تركيا يروحوا على أوروبا، لأنه هاي الفرضية اللي عم ينحكى عنها. فهذا يستدعي حرب وتواجد عسكري بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، تورط ميداني. طيب إذا ما بدك هاي والقصة قصة كيف منحفظ النازحين ومنجيب النازحين من أوروبا وين منسكنهم، بدك منطقة آمنة بالتراضي، ومش منطقة، مناطق آمنة بالتعاون مع الدولة السورية مع الروس ومع الأتراك ومع تعوا يا جماعة لنشوف وين المناطق اللي ما فيها قتال والقريبة من حدود دول الجوار على الحدود مع لبنان مثلا، وين في والله منطقة الجديدة وصولا إلى يعفور مدخلها من الحدود اللبنانية بيكون بالتعاون بين الأمم المتحدة وبين الدولة السورية
فرصة لإقامة كامبات واسعة مع مدن سكنية يعني مسبقة الصنع تتسع لعشرات الآلاف من الناس. هذه منطقة آمنة، وهي المنطقة الآمنة ما بدها حظر جوي وما حيطلع لا طيران ولا هذا، المهم ما يتواجد فيها مسلحين، وبينعمل فيها مخافر شرطة سورية وبتم التسامح فيها، كل من يدخل إلى هذه المنطقة ولا يحمل سلاحا يشمله العفو. هذا بده تفاهم مع الدولة السورية، ومثله بصير على الحدود مع الأردن، ومثله بصير على الحدود مع تركيا، وتفتح الباب العودة من المدن الأوروبية، وبصير الأوروبيين قادرين يقولوا للسوريين صار بإمكانكم، بس بدك تمولهم، بدك تلاقيلهم شغل، بدك تعطيهم مساعدات، إلى أن تقوم الدولة السورية يعني كامل مؤسساتها وتصبح قادرة على إعادة ضخ الحياة في دورتها الاقتصادية. لتعمل هالشي بدك تقول هذه 50-60-100 مليار دولار مش لإقامة المناطق الآمنة فقط، لتمويل دورة حياة الناس وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة والغذاء واللباس والوقود وسواه، لحتى وإلا بدك تبتلي فيهم بأوروبا. اللي ما بدو إياهم بأوروبا ما في يقول لللبنانيين استوعبوا، ما في يقول للأردنيين استوعبوا، وكمان ما في يقول للأتراك استوعبوا. ففي حكي عن 3 ملايين، 3 ملايين هو بدك تعمل حسابك انه هو اذا بدهم يكلفوك بالشهر الفرد منهم 100 دولار، فانت عم تحكي على 300 مليون دولار، يعني عم تحكي على 4 مليار بالسنة. وبالتالي بموازنة حقيقية من قبل الدول الراعية يمكن حل مشكلة النزوح، وفي مناطق كتير آمنة. هذا عدا عن انه اللي بيجي على هاي المنطقة وبيلاقي منطقته السكنية الاصلية باتت صالحة للسكن، يعني حلب اليوم تسكن بدليل اهلها ساكنينها، فالنازحون المنتسبون الى حلب شو عندهم سبب ليبقوا بالمانيا ويبقوا بغير المانيا؟ عم بحكي كنازحين. هلا اللي راح وهاجر ورتب شغل وصار عنده دخل، اصلا نسبة المهاجرين من سوريا هي ضعفي اذا مش 3 اضعاف عدد سكان المقيمين، مثل حال لبنان. يعني لبنان بالبرازيل في 7 ملايين من اصل لبناني، قد اللبنانيين على مرتين. وبالتالي هذا موضوع تاني، عم نحكي عن اللي رايحين بصفة نازحين وقاعدين بمخيمات وعم بعيشوا ظروف القاسية ومش ممنت لهم الا الحدود الدنيا من امكانيات المساعدة، وشاعر الدول بانه عبء عليها وقلقة من وجودهم الديموغرافي اي السكاني والديني والطائفي، وقلقة من ان يكون بينهم تسلل لارهابيين. عظيم، هون فيهم يرجعوا بس بالتعاون مع الدولة السورية، ولا ترجعهم بالتعاون مع الدولة السورية، يعني بهذا المفهوم لإنشاء المناطق الآمنة التي ترعاها الدولة السورية وتحميها الدولة السورية وتحفظها الدولة السورية. هذا شو بيستدعي؟ إنك تحكي مع الدولة السورية وإنك ترصد موازنة لهذه المهمة بالتنسيق والتعاون مع الدولة السورية. طيب ليش الدولة السورية حتقبل تحكيك أنت إذا ما سفارتك شغلتها بالشام؟ يعني انت الالماني وانت الفرنساوي وانت البلجيكي وانت الطلياني وانت البريطاني، اذا ازعجك هذا الموضوع وضاغط عليك شرف احكي مع واللبناني قبل الكل. مضايقك موضوع النازحين السوريين وبدك حل؟ يا اخي قبل ما تقول اننا نرى ان الحل في كذا، روق قبل ما تخترع حلول. بتقول انه هذا الموضوع ينبحث مع اصحاب القضية، مين؟ مع الدولة السورية. فشخرت سعد الحريري هون ما لها طعمه، ووزير النازحين تبعه ما لها طعمه. بدكن تحلوا قضية النازحين السوريين في لبنان، بتروحوا عند الدولة السورية على مستوى رئاسة حكومة، بيحكي مع رئيس حكومة، مش على خاطره سعد الحريري، بياخد تليفون بيعمل موعد بيعدوا رئيسين حكومة على جدول الأعمال قضية النازحين. والله هاي الإحصاءات عندنا هالقد، هول بينتسبوا للمناطق كذا وكذا 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 وفق جداول منظمة مرتبة. أمم متحدة خلي تشارك الأمم المتحدة وتحمل مسؤولياتها. بيطلع بالحصيلة إنه والله في منهم هالنازحين نسبة كذا يعودون إلى مناطق آمنة، رجعت دورة الحياة فيها وانتهى القتال، وفي قابلية لإمكانية استيعابهم في مناطق سكناهم الأصلية. بيوتهم يمكن بدها ترميم، أحيائهم بدها إعادة يعني تحسين الدورة الخدماتية لأنه أصيبت شبكات كهرباء، شبكات مياه، طرق. عظيم، بتجي هاي الصناديق الراعية تضع الموازنة اللازمة، وهي أقل بكثير من الموازنة التي سيتكبدونها من أجل إقامة اللاجئين سواء بأوروبا أو حتى بدول الجوار. أنتوا بتعرفوا أنه بلبنان مثلا العائلة النازحة السورية ما بتقدر تأمن لها أكل وشرب وتدفئة وكهرباء، وهذا بأقل من 200-300 دولار بالشهر، بينما بسوريا بتقدر تأمنهم بال60 و70 دولار بالشهر وبال100 دولار يا سيدي.
وبالتالي بهذا المعنى لا شو من حط مال لتأمين عودة النازحين إلى سوريا حيث هذا ممكنا بمناطق سكنهم، وحيث هو ليس بممكن بمناطق مؤقتة في المناطق القريبة من الحدود، لكن برضا الدولة وبرعايتها وبإشرافها وبرقابتها. مين اللي بيقدر يعرف فيه إرهابيين؟ والله لا، قد ما بيعرف الأمن السوري. وبالتالي بالتفاهم مع الدولة السورية ايه في إمكانية حل 70-80-90% من مشكلة النازحين. وبالتالي مفهوم المنطقة الآمنة هذا هو طريقه الوحيد ليتمكن من حل النازحين من جهة، وبالوقت نفسه من تخفيض منسوب التوتر تحت عنوان القضايا الإنسانية والمتاجرة فيها اللي كان إلها مبرر في الماضي. شو مبررها كان؟ إنه هي المدخل الوحيد والذريعة الوحيدة التي يمكن استعمالها للتدخل العسكري. يعني لا يقدر الأمريكي يروح على مجلس الأمن ويأخذ قرار على الفصل السابع، بده يأخذه تحت عنوان شو؟ تأمين عودة النازحين، حماية المدنيين، توفير مناطق آمنة ليسكنوا فيها المدنيون والنازحون الهاربون من جرائم النظام و و و و و و. لذلك كان في مصلحة بأنه ما يرجعوا، كان في مصلحة بأنه ما تنحل مشاكل، كان في مصلحة بأنه تتضخم وتتكبر وتنفخ القصة، لأنه في مصلحة باستعماله. طيب اليوم يا سيد ترامب ويا سيد فيون ويا ست تيريز ماي، ما عاد عندكم مصلحة، ما عاش عندكم مشروع حرب، شرفوا فوتوا على الحلول، ومدخلها فتح القنوات بالاتصال مع الدولة السورية. هذا فيما يتعلق بالمنطقة الآمنة. بهالمعنى نحن هلا وين رايحين؟ نحن هلا رايحين على واحد، أستانا ومفاعيله مزيد من الحروب بين النصرة والفصائل المسلحة، مزيد من مفاعيله المواجهة بين الأتراك والنصرة وبين الأتراك وداعش. وهذا سيعني أن الأتراك والفصائل التابعة لهم أو من يتبقى منها أو من لا يلتحق منها بالنصرة، هذا الكل، هذه الكتلة ستصبح أقرب لمعادلة الانضواء في صيغة تفرض عليها تعاونا مع الدولة السورية، تعاون مع الروسي تحصيل حاصل، لكن ستجعلها هلأ بده يحسم الباب. كيف يحسم الباب؟ بمين؟ ما بتنحسم الباب بدون الجيش السوري، واللي راح يفوت على الباب الجيش السوري. وانا بقولكم انه ما يمكن ما يكون في اتصال بين الجيش السوري والاتراك، وحتى مع الروس ما تكون الامور بهذا الوضوح حول تنسيق سوري تركي بالواسطة. لكن موضوعيا وواقعيا اللي بيعرف الطرفين بيعرف انه الجيش التركي ومعه درع الفرات صار له 3 اشهر ومبطنش بارضه ومش عم يقدر يتقدم شبر، وبيعرف انه الجيش السوري عم يتقدم وتقدم في الماضي في تدمر ويتقدم هذه الأيام في دير الزور. يعني محل ما الجيش السوري بياخد قرار بده يعمل حرب هو قادر على صناعة الحرب، بينما الجيش التركي ما عم يقدر. وبالتالي بهذا المعنى منطقيا وطبيعيا انه بده يلاقي الجيش التركي مشكلته مع داعش اللي عم بيحلها الجيش السوري. وهلأ من هذا الموقع كمان بين هلالين لابد من ان نفرد مساحة للناقش موضوع دير الزور، اللي كمان صار لغط كتير انه طيب ليش الجيش السوري ما استرجع تدمر كما فعل في المرة الماضية. طبعا انه ما في ما استرجع مش معناته تاركها، لا، لكن بالاولويات الجيش السوري لما بيطلع على المناطق الجغرافية بده يركز ثقله على واحدة منها باعتبارها الاساسية، وهي الواحدة منها لما بيركز عليها باعتبارها الاساسية ما بيعود في الكتلة الشعبية العسكرية النظامية النخبوية المتكاملة القادر على خوض المعركة الأخرى. ما في يعمل معركة تدمر الكاسحة ويعمل معركة دير الزور. قبل استرداد حلب كان احتلال داعش لتدمر يشكل مفصل اختناق لدمشق، كان مشروع داعش بصير مشروع حقيقي، وشرحنا وقتها إذا بتتذكروا قلنا أنه تدمر هي اللي بتمنح داعش فرصة الحديث عن مشروع، مشروع داعش الصاعد قاعد بدير الزور وبالحسكي وبالرقة جزء من الجغرافيا السورية، لكن جزء دون أن يمنحه صفة صاحب المشروع. هو بصير صاحب مشروع لما بيفوت على تدمر، وعبر تدمر بصير قادر يوصل على القلمون، وعبر تدمر قادر يوصل على الصحراء أو على البادية الشام اللي بتوصله لحدود الأردن، فتطوق دمشق وتستقلب القوى مواقعها، الجماعات المسلحة اللي كانت إخوان وجيش الإسلام، وهذا بتصير نصرة وهي ذاتها بتصير داعش. لما بصير داعش هو الأقدر على الاقتراب من دمشق كله بيقلب داعش. وبالتالي بهذا المعنى
كان مشروع داعش في تدمر يشكل خطر. طيب لما الدولة السورية أخذت حلب ما عاد الموضوع مرهون بدخول تدمر، صار الدخول إلى تدمر مزعج إيه، بس إنه من الآخر ما بيغير في الجغرافيا العسكرية الكبرى التي باتت في قبضة الجيش السوري. لذلك المعركة في دير الزور هي الأهم. ليش في دير الزور هي الأهم؟ لأنه مشروع داعش ما عاد تدمر، داعش موجود بتدمر ليحمي ظهره بدير الزور، لكن معركته هي دير الزور، والدولة السورية منتبهة لهذا وعينها عليه، لأنه دير الزور هي نقطة التقاطع بين الموصل والرقة وتدمر، حيث تضطر قوى داعش للانكفاء تحت ضغط الضربات. موئلها وملاذها يجب أن يكون منطقة ليست على الحدود مع تركيا وليست على خط الاشتباك المباشر مع الجيش السوري كما هو حال تدمر. لذلك هو عم بيأمن دير الزور، بيخسر الرقة بينكفئ على دير الزور، بيخسر الموصل بينكفئ على دير الزور، بيخسر تدمر بينكفئ على دير الزور. دير الزور ليست حدودية مع تركيا، وهو يعلم بأن حربه مع تركيا خلص فتحت، ما عاد في إمكانية لترقيعها، لذلك هو يذهب جنوبا. ميزة دير الزور أنها على الحدود العراقية السورية واحد، وقريبة من الحدود الأردنية لأنه بادي بينه وبين حدود الأردن ما في شيء، وبالتالي من دير الزور يستطيع داعش أن يذهب إلى السعودية، يستطيع أن يذهب إلى الأردن. يعني إذا كملت عليه الحرب وهو شايف أنه في تفاهم روسي أمريكي بعد شهرين ثلاثة أربعة بده يبلش يترجم بالميدان، في تفاهم تركي روسي بده يصير تفاهم أوتوماتيكيا بنتيجته تركي سوري، بالتالي إذا اجتمعت أمريكا مع روسيا كجو ومعهما تركيا وسوريا وإيران والحلفاء الكردي وحزب الله، وهذا داعش ما بيقدر يبقى بتدمر ولا بيقدر يبقى بالرقة ولا بيقدر يبقى بالموصل ولا بيقدر يبقى بالحسكي، سنجده في دير الزور. طيب هو مش قادر، لازم يمكن وضعه في دير الزور، ومن دير الزور إذا تعرض لمزيد من الضغط لازم تكون خطوطه مفتوحة باتجاه الأردن والسعودية. واللي بيطلع منكم بيشوف بينتبه إلى شو هالحركات اللي شفناها بالأردن والسعودية بالشهرين اللي مضيوا، هي تعبير عن هذه التحضيرات والاستعدادات. ما شفنا عمليات بجراش وعمليات بالكرك وعمليات بمناطق سعودية بجدة وبغيرها، وحديث عن اكتشاف شبكات إرهابية وعن اشتباكات على الحدود الأردنية السورية، كلها تعبير عن هذا الضخ الهادف إلى بناء رؤوس جسور وقواعد ارتكاز. وأنا بقدر لكم أن الأردن لم يعد بالأولوية التي كان عليها في الماضي، لأنه بالماضي كان رهان داعش على اعتماد الأردن معبر إلى سيناء ومن سيناء إلى ليبيا، وكان ينظر داعش إلى ليبيا باعتبارها القلعة التي يمكن أن يستثمر عليها. الآن هو يخسر في ليبيا، سارت راحت منه. اثنين، في ليبيا التفاهم بين حكومة السراج وبين الجيش بقيادة الجنرال حفتر عم يتسارع، الرعاية الروسية للجيش واضح أن قرارها قوي، التعاون المصري الجزائري الذي كان مفقودا يقلع، إذا مصر والجزائر تعاونوا عسكريا في الميدان مع الجيش والحكومة على قاعدة مصالحة بين الطرفين، وإذا وقفت روسيا وأمريكا ودول الأطلس في دعم هذه الصيغة يمكن ليبيا تخلص هي وسوريا والعراق سوا، وبالتالي لن يستفيد داعش عندها من خطة النزوح باتجاه ليبيا، لأنه هو كان بده ليبيا منطقة شاسعة مليون كيلومتر مربع، عدد سكان محدود 5 ملايين 6 ملايين نسمة، بالتالي وين ما انطرش بها الصحراء ما حدا بيحس فيه وما حدا بيشوفه هذا المشروع. ومن ليبيا خط التماس المائي يضعه في أوروبا ساعة يشاء على التشاطئ، لذلك وبأوروبا عنده بيئة حاضنة، يعني بيئة المهاجرين من أصول مغاربية وجزائرية وتونسية، يعني من البلدان الإسلامية الأفريقية، بيئة مضطهدة بتمييز عنصري باعتداء على كرامتها بإذلال في مهنها في بيوتها في الأماكن العامة، لديها الأسباب تكفي حتى داعش لما بيعمل معركة أنه يقدر يقدم حاله بصفته مدافع عن مسلمي أوروبا. ولهالسبب ما حدا يستغرب لما بيسمع أخبار أنه داعش بيعمل عملية مثلا مثل يوم شارل إبدو المجلة اللي فات عليها وقتل العاملين فيها، اللي كانت مثل بيقولوا مدوتهم زوم كواع لمسلمي فرنسا بالسخرية بالاعتداء على الكرامات بالتطاول على معانيهم الدينية والقومية، فالناس راح تتوزع حلوة
بالأحياء التي يسكنها المهاجرون، وبين داعش كأنه هو جيش الدفاع عن هؤلاء. فداعش بيعرف أنه عنده بيئة حاضنة بس بده قاعدة ارتكاز. قاعدة الارتكاز كانت بحسابه ليبيا. طيب اليوم ليبيا ما عادت فرصة، ما يعني من هون لثلاث أربعة أشهر يمكن تكون معركة ليبيا الكبرى قد فتحت. وين بده يروح؟ المشروع الفعلي لداعش الذهاب إلى السعودية. البيئة الحاضنة في السعودية أفضل من الأوروبية. البيئة الحاضنة معقدنة، مثقفة على الوهابية أصلا، وأكثر من نص السعوديين اللي بالجيش والبالأمن والمناطق السكنية قابلين للتحول تحت تأثير مشايخ الدعوة، قابلين للتحول إلى بنية داعشية. ولهالسبب ما بيلحقوا السعوديين، بتلاقيهم اعتقلوا 300-400 واحد وعدموا منه 100 واحد، شوي بتسمع أنه رجع تفرخت لأنه الأرض خصبة. وشو عم يتصرف السعودي؟ تعبئة مذهبية حاقدة على الشيعة، حديث عن مواجهة مع إيران، يعني ذات أهداف داعش. الخطاب اللي راح السعودي عمل معركة بالقطيف ويجوا الدواعش فجروا بالقطيف، شو قالوا الدواعش للناس اللي عم بيراهنوا على استقطابهم من الوهابيين الداعمين للنظام؟ انه النظام حطوا على الحكي نحن بنفعل، انه هو بيقلنا هول الشيعة خطر، هول الشيعة عدو. طيب نحن عم نترجم هذا الكلام. فاذا انت من ابناء ثقافة النظام بدك تروح عندهم، ما بتضل مع النظام. هذا مثل ما عمل سعد الحريري. ما سعد الحريري ظل 3 سنين خطابه شو بيقول؟ حزب الله وحزب الله وحزب الله وحزب الله، وإن الخطر وإن السبب وإن البلاء وإن المشكل. طيب وبالمقابل القاعدة شو بتقول وداعش شو بيقول؟ نفس الكلام. فالمواطن التابع لسعد الحريري المتأثر فيه مذهبيا وطائفيا، تحريض سعد الحريري خلاه يروح عند الأسير بصيدة، وتحريض سعد الحريري والأسير خلاه يصير داعش ويجي يفجر بمطعم الكوستا. ما هي معادلة مرتبطة ببعض. وبالتالي بهذا المعنى معركة دير الزور هي معركة مفصلية ليس لأمن سوريا فقط. يعني السعوديين لو فيهم شوية فهم بيعرفوا أنه معركة دير الزور هي معركة أمن السعودية وأمن الأردن. وبالتالي بهذا المعنى عندما أقدم الجيش السوري على جعل أولويته معركة دير الزور، وهو الآن يتقدم ويحقق إنجازات، وأنا ما بذيع سر لما بقول أنه وحزب الله أرسل نخبة من مقاتليه وإمدادا من إمداداته باتجاه تلك المنطقة للشراكة مع الجيش السوري، ونجحت هذه المجموعات المتكاملة من الجيش السوري والمقاومة باسترداد أجزاء أساسية من منطقة المقابر التي تربط مطار دير الزور بالمدينة، وبالتالي بتعيد إنتاج مصادر القوة التي كانت بيد الجيش السوري، ونجح داعش في تحقيق اختراقات فيها خلال الأسبوع الماضي من خلال النجدة التي استخدمها سواء من الرقة أو من الهاربين من الموصل. بهالمعنى إذن نحن قدام مشهد القتال في سوريا، المشهد العسكري والسياسي، بنعمل له رصيد حساب بيطلع معنا على الصعيد العسكري. لما بتروح الأمور على كسر العظم بين النصرة والفصائل المسلحة نحن رابحون. لما بتكون بدير الزور مواجهات ينتصر فيها الجيش على داعش نحن رابحون. لما في معركة الباب الجيش السوري يتقدم ويصل إلى أطراف الباب نحن رابحون. لما بريف دمشق مزيد من المصالحات وإلقاء السلاح والانضواء تحت صيغة التسويات التي تقدمها الدولة نحن رابحون. لما حيث يستدعي الأمر المواجهة العسكرية تخاض في حال مثل وادي بردة أيضا نحن رابحون. هي عسكريا المشهد. سياسيا المشهد، التركي الذي ظن أنه ذاهب إلى أستانا ليتوج زعيما للإقليم لم يستطع أن يحصل على أكثر من شراكة مع إيران، ومن ثم لم يستطع أن يحمي الوقت اللازم لانتظار الأمريكي ليبدأ مفاوضاته على النصرة، لأنه واقعيا وعمليا النصرة استبقت الجميع، الفصائل وتركيا معا في بدء الحرب عليهما، وأصبح لزاما عليهما أن يخوضا معركة الدفاع. وبالتالي هلأ رح يلاقي حاله التركي قبل ما الأمريكي يجاوبه على مصير جولن أو على مصير الأكراد، رح يلاقي حاله يا جماعة انفرموا يا بدو يضطر بالتعاون مع الروسي والأمريكي والجيش السوري أنه يقول تعوا يا جماعة كيف ما نخلص من النصرة. لتخلص من النصرة حتى فصائلك بدها تقعد بحضن الجيش السوري مش بحضن تاني، مثل ما كانت قاعدة بحضن النصرة عم تقاتل على الجيش السوري، هلأ بدها تقعد بحضن الجيش السوري لتقاتل النصرة. وبالتالي في السياسي مزيد من الحسم في الموقف التركي المتلاعب والمتذاكي بيّن حجمه، وثبت بهذا المعنى أن الروسي لم يكن
يعني مخطئا عندما خاض غمار هذه المعادلة هذا السيناريو بدليل النتائج، انه هلا هذا السيناريو هو اللي خلى انه النصرة تبدأ بالبطش بالجماعات المسلحة التي ذهبت الى أستانا في احلى منها. وبالامريكي نفس الامر، خلي يحكي ترامب عن المنطقة الامنة. يعني انا عم بقرأ بعض التعليقات اللي انه هذا الصهيوني، مزبوط هو صهيوني، بس بالاخر حديث عن المنطقة الامنة هو حديث حرب. انا يعني عم لكم هلأ مثل ما قلت بال 2013 لما قيل ان الاساطيل آتية، هل هناك حرب؟ قلت قطعا ويقينا وبالمطلق لا حرب، والاساطيل الآتية ستعود كما اتت. شيء ولا بلكن المنطقة الآمنة التي يتحدث عنها ترامب، هاي انا وهي انتو، بعد ثلاثة اشهر ستسمعون انه هلأ درسوا، بعد جمعتين ثلاثة انه طلعت الدراسة اتناقشت بالادارة، وبعد اتناقشت بلجان الكونغرس، راح يطلع ان الطريق الذي سنعتمده للمنطقة الآمنة هو طريق التراضي، تراضي لإقامة أكثر من منطقة آمنة بالتعاون بين الأمم المتحدة والدولة السورية، وأن الدولة السورية تخصص مناطق على أطرافها الحدودية، والأمم المتحدة تتولى تقديم المعونات والإمكانات وإنشاء صندوق. ما عاد المنطقة الآمنة اللي حكى عنها أردوغان اللي بده إياها رأس جسر للتدخل الأجنبي، هذا صار تعالوا نشوف كيف نحل مشكلة النازحين. نحن عم نقول لكم من ثلاث سنين روحوا دقوا باب الدولة السورية ولولا تعالوا نشوف كيف نحل مشكلة النازحين، المناطق التي في عهدة الدولة السورية وباتت صالحة لعودة النازحين على القلم والورقة محددة، وانتم قابيلة جداول النازحين عندكم تقدروا تقولوا لهذا النازح رجع على بلدك بخير، واللي مناطقه بعد ما صارت آمنة تنشأ له مناطق على الحدود لكن بالتعاون مع الدولة السورية، بس هذا بدايته روحوا احكوا مع الدولة السورية، ولا تحكوا مع الدولة السورية رجعوا افتحوا سفاراتكم بسوريا. بقلب كل هذا وبحصيلة كل هذا مرة تانية أنا بدعي أمام كلمة نرتبك، كلمة الصورة تصير رمادية، كلمة تشكل علينا الأسئلة والتساؤلات، نرجع نتعلم العودة إلى الخط البياني. شو يعني الخط البياني؟ يعني إذا أنت واحد قال لك أنه قطع من بيروت ومرق بشتورة ومرق بالمصنع، صعب أنك تستنتج أنه رايح على الشام؟ لا، هو ثلاث نقاط بيعملوا خط. طيب إذا إجينا قلنا نحن من ثلاث سنين لليوم وين كنا؟ وين صرنا؟ وين صرنا؟ لوين واصلين؟ حدا بيضيع عليه أنه نحن في تقدم؟ يعني نحن قبل ثلاث سنين خلينا ناخد هيك 2013 بآخر الصيف كنا أمام أساطيل أمريكية في البحر المتوسط، شايف؟ نحن اليوم الأساطيل الروسية في البحر المتوسط، كنا أمام معادلة الدعوة إلى جنيف برعاية أمريكية وفيتو على إيران وروسيا، يعني انه ايه معلش اهلا وسهلا بس ليست الشريك الكامل. اليوم امام محادثات برعاية روسية والامريكي مراقب والايراني شريك من فوق وهو يضع الشروط على شركة السعودي وبيقول له برا. المعارك كانت النصرة والجماعات المسلحة وداعش كانت بقلب النصرة بعدها تتقدم وتحقق الانجازات ومناطق وسيطرات، اليوم عم بيقتلوا بعض والجيش السوري يتوسع انتشاره. طيب إذا كانت كل هذه الأمور ما بدي عيد، يعني الروسي كيف تموضع وعسكريا صار هو اللي بالمتوسط، وكيف إيران ملف النووي صار بأمان وموقع التفاهم وكل الحكي الزعبرة اللي حكاه ترامب بالعملة الانتخابية، أنا بلكم من هلأ لا حيلغي سفارة على القدس ولا حيلغي الاتفاق النووي ولا حيجيب جيش ويعمل منطقة آمنة، كل هذا جزء من بقايا الحملة الانتخابية التي يريد فكفكتها أمام الرأي العام. بشو حولها للجان؟ هلا بدي يقول لجنة للمنطقة الأمنة ولجنة للملف النووي الإيراني ولجنة للسفارة وبعد الدراسة ولجنة السفارة نقل السفارة لازم يشوف السعودي ولازم يشوف المصري ولازم يشوف هاي، وبحصيلتها بيقول انه بعد الاطلاع على مواقف جميع الأطراف وبعد الكذا وبعد الكذا نحن نعتبر ان القدس هي العاصمة لكن ما فينا ننقل عليها هلا سفارتنا لانه هذا سيؤدي الى تفجير العملية السلمية اللي نحن مصلحة إسرائيل أنه نكمل طرف فيها ونخلي الفلسطينيين عم يقبلوا ياخذوا ويعطوا ويجوا على المفاوضات ومصر والسعودية عم بيقدموا رعاية ودعم للمسار التفاوضي، ونفس الشيء حيطلع. وبالملف النووي يطلع معنا أنه ما بيسوى نلغي، لازم نشوف إذا الإيرانيين بيقبلوا نبحث بعض البنود، فكلفنا لجنة هلا تقول شو هي البنود القابلة للبحث وبتموت الأشياء. وبالمنطقة الآمنة بيطلع أنه رحنا على اتجاه أنه نحن والدولة السورية
عبر الأمم المتحدة نشوف كيف في إمكانية لمناطق استيعاب نازحين، بعدش اسمها بخليه يمكن مسميها هو منطقة أمنية، بس هو عارف أنه المعنى تغير، المضمون تغير، الوظيفة تغيرت. فإذا عام 2017 لما بناخد مشهده السوري في هذا الاتجاه، وأنا بلكن هذا المشهد مش سوري فقط، هذا المشهد اليمني، هذا المشهد الليبي، هذا عام 2017 هو العام الذي سنشهد فيه قيامة مفهوم الدولة، رح نشهد قيامة مفهوم الدولة والجيش في سوريا، وقيام الدولة والجيش في اليمن، وقيام الدولة والجيش في ليبيا. وهلأ الحل اللي باليمن ليش كان معثر؟ لأنه الجيش بينه مع السعودي، عملوا يعني ديكور جيش، بس الجيش الفعلي الذي يقاتل هو الجيش الواقف مع اللجان الشعبية ومع المجلس السياسي. والجيش بليبيا مش اللي ما مع السراج ولا اللي اعتمدوا الأطلسي، راحوا برموا كوبلر صار له سنتين بيخترع حلول ومش عم تقلع معه. المخرج الوحيد اللي كلهم شافوه انه لا تقدر تعمل حلول بليبيا ولا تقدر تقادل داعش بليبيا بك ترجع للجيش، رجعوا للجنرال حفتر. وبالتالي مفهوم قيام الدولة والجيش هذا 2017 سنشهد فيه، هذه هي المعادلة، إقرار غربي بالتخلي عن الرهان على تنظيم القاعدة والإخوان المسلمين. هذا الرهان الذي بدأ في العام 2011 على قاعدة مسقط الدولة والجيش لحساب سياسي يمثله الإخوان المسلمون وأمني تمثله القاعدة، أملا بالحفاظ على أمن إسرائيل بواسطة الإخوان المسلمين والقاعدة. بنعمل دولة بسوريا للإخوان ومنفلت القاعدة على حزب الله وحماية الحدود الإسرائيلية. هذا المشروع بمصر بنعمل هيك، بليبيا بنعمل هيك، باليمن بنعمل هيك. هذا المشروع سقط والآن يتموضع الغرب على عكسه. هلأ عم بناقشوا بأمريكا تصنيف الإخوان المسلمين إرهاب، والأتراك مبارح طلعوا أنه النصرة إرهاب. هذا الانتقال العكسي إلى تحالف مع الدولة والجيش بمصر وبليبيا وبسوريا وباليمن في مواجهة الإخوان والقاعدة، هذا يعني أن حربنا تنتصر، هذا يعني أن حربهم تنكسر. وبالتالي إذا كانت هذه هي الخلاصة فعام 2017 هو عام ترجمة هذه الخلاصة. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. ستون دقيقة مع ناصر قنديل.